محمد برضو خليني يعني استكمالا لكلام عمر واسلام. النهارده مديرين الفنيين شايف النهارده ممكن يلعبوا بالمباراه ازاي؟ هل تركيزهم اكتر في الدوري ان هو يحسن مكانه افضل، يعني بالنسبه للكابتن علاء عبد العال مواقف الداخليه في الدوري ان هو يحسن، فممكن النهارده ما يلعبش بالاساسيين، او بالنسبه له مباراه الكاس خروج مبكر زي ما قلنا، والمباراه القادمه هيقابل يعني الفائز طبعا مباراه الاهلي ومنتخب السويس، فايضا مباراه صعبه، يعني النهارده صعب واللي جاي هيكون اصعب، وممكن يبقى تركيزهم اكتر في الدوري ما يبتدوش النهارده بالعناصر الاساسيه ليهم. هو كل مدرب بيبقى ليه تارجت من الموضوع. في مدرب ممكن يبص للموضوع انا عايز اصعد على قد ما اقدر في الكاس، وخصوصا لو لعبت اهلي او زمالك مباراه بيبقى لها شعبيه، وشعبيه للمدرب كمان بيصنع اسم لنفسه، وخصوصا يعني لو جبت اي مدرب وقلت له هتلاعب الزمالك ولا الاهلي في الدوري يقول لك لا ده بلاش ثلاث نقط صعبين، انما لما تلعبهم في الكاس عندك فرصه ان انت تعمل حاجه جامده، ولو خرجت من الكاس انت خارج قدام الاهلي او الزمالك الموضوع بسيط. فكون ان الاهلي واقف في طريق الصاعد من اسوان والداخليه ممكن يكون حاجه ليها معنيين، معنى ان يعني مشوار الكاس صعب، فانا ابتدي ادور على فرقتي في الدوري وصراع البقاء، ابتدي في عناصر عندي ممكن تكون متذمره شويه من القعده على الدكه، فيبتدي يديهم ماتشات في الكاس ويدخلوا عشان يستعد، او عنده لعيبه اوريدي مرهقه شويه من ماتشات الدوري فيبتدي يريحهم على اساس ما يحصلوش اصابات في الحاجات الاسابيع الحاسمه، او مدرب تاني يبص على ان انا عندي فرصه ان انا العب ماتش اخصائي ضد الاهلي اخد شو اللي هو المرشح الاكبر انه يلعب في دور ال 16 فاخد شو اكبر، بلعبه بقى من غير ما اكون عندي مشكله ان انا اخسر الثلاث نقط، مفيش نقط ده انا بلعب ماتش اخصائي. فدي اللي بتدي المدرب يفكر ازاي في المباراه. فممكن النهارده نشوف مثلا، احنا شفنا تشكيل اسوان اللي لعب مباراه المصري حقق ثلاث نقاط غاليه جدا، المنطقي جدا لو الاسوان بتلعب من اجل ان هي توصل في الكاس وتكمل تلاقي التشكيل هو هو، انا راجل فزت اخر مباراه وعلى خصم قوي زي المصري، ولكن لو كابتن ايمن الرمادي زي ما قلت بقى عنده عناصر نفسها تشارك وعنده عنصر تاني خايف عليه من الاجهاد ممكن يعمل عمليه التدوير، وهو نظام ايه انا وحظي برده ما هي الداخليه متكافئه مع اسوان. انما اعتقد الداخليه بقى غالبا هتلعب بتشكيل مشابه اكتر للي لعب اخر مباراتين قدام فيوتشر وان بيلحقوا فيهم اربع نقاط، لان الكابتن علاء عبد العال ما عندوش قماشه كبيره، يعني يمكن اسوان ما عندوش امكانيات بس اشترى لعيبه كتير، يمكن العدد في اسوان كبير، انما الداخليه من ماتش فيوتشر بدا يحط قواعد جديده شويه ان هو يلعب بثلاث مدافعين، كان الاول بيلعب اربع مدافعين، اخر مبارتين لعب بثلاث مدافعين، بدا يشكل شكل، فانا اعتقد الداخليه هي اللي ممكن تكون اقرب ان هو يلعب بالتشكيل الاساسي، انما أسوان هنشوف احتمالات أيمن الرمادي عايز إيه من الجيم، عايز يوصل في الكاس، خصوصًا أسوان ليه تجربة قبل كده لعب فاينل كاس ضد الأهلي في بداية التسعينات وصل سيمي فاينل، فهنشوف أسوان هيعمل إيه. مباراة ندية النهاردة بشكل كبير ما بين الداخلية وأسوان، لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل.